الحلقة عزيزي المشاهد بسؤال مهم، هل جميعنا اليوم يتعامل نقدا أو نستخدم البطاقات النقدية الإلكترونية؟ أظن أن الإجابة هي التعامل النقدي الإلكتروني الذي أصبح أكثر رواجا في عالمنا الحديث، حيث أثبتت الدراسات أن استخدام الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتزايد بشكل كبير، حيث بلغ نسبة 84% من السكان الذين يستخدمون خدمات الدفع الإلكتروني وبانتظام، ويعتبر الدفع الإلكتروني أكثر أمانا وأسرع في العديد من الحالات. شارك أحدهم قصته عن الدفع الإلكتروني عبر المنصات والشاشات الرقمية. أحمد هو شاب دخل غمار تجربة التجارة الإلكترونية لأنه يعرف أن العالم يتجه نحو التكنولوجيا الرقمية، لذا قرر تحويل محله إلى متجر إلكترونيا ووفر خدمة الدفع الإلكتروني للعملاء وثبت جهاز قارئ لبطاقات الائتمان في المحل. بدأ العملاء يتوافدون بعدد أكبر إلى المحل بعد توفر خيار الدفع الإلكتروني، ولم تعد هناك حاجة لحمل النقود لا النقدية ولا الورقية، بل يستطيعون الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو التحويل الإلكتروني. تحسنت عمليات البيع في المحل وأصبحت أكثر سرعة وسهولة، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات. هذه قصة واحدة فقط على مزايا وفرص الاعتماد على الدفع الإلكتروني الذي يعد وسيلة مريحة وآمنة لإجراء المدفوعات والتحويلات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ويتيح للأفراد والشركات إمكانية إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، وذلك بدلا من الاعتماد على النقد ووسائل الدفع التقليدية مثل الشيكات والحوالات البنكية. يعمل النظام على تحويل المبالغ المالية بشكل فوري، مما يوفر الوقت والجهد للأفراد والشركات على حد سواء، وتوفر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية الذكية إمكانية الدفع الإلكتروني للفواتير والتسوق عبر الإنترنت والتحويلات المصرفية بين الحسابات، وحتى تبادل الأموال بين الأفراد ببضع نقرات بسيطة يمكن للمستخدمين إكمال معاملاتهم المالية بسرعة وأمان. تتميز وسائل الدفع الإلكتروني بالأمان والحماية، يتم تطبيق إجراءات أمان متقدمة مثل تشفير البيانات والمصادقة الثنائية لضمان سرية وحماية المعلومات المالية الحساسة، بالإضافة إلى ذلك يمكن تتبع جميع المعاملات والحصول على سجلات مالية تفصيلية لتسهيل عملية المراجعة وإدارة المال. مشاهدينا، ماذا تعرفون أنتم عن الدفع الإلكتروني؟ وما هي أهم التطبيقات الذكية التي تساعد في انتشاره وسهولته؟ والسؤال الأهم هو كيف نجري التبادلات النقدية الإلكترونية بشكل آمن وفعال ومتى ظهر لأول مرة؟
مشاهدينا، بدأت خدمات الدفع الإلكتروني في الانتشار خلال العقد الأخير، خاصة مع تطور التكنولوجيا وزيادة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية. في العام 2018 أطلق مشروعا يسمى المدفوعات الإلكترونية الآمنة بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في عمليات الدفع. تم إدخال عدة تطبيقات وخدمات للدفع الإلكتروني مثل البطاقات الإلكترونية الذهبية والسي سي بي، وهو نظام دفع إلكتروني تابع للبريد الجزائري يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الإنترنت. كما توفر البنوك الجزائرية أيضا خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان. وفي السنوات الأخيرة شهدت الجزائر زيادة في استخدام البطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما ساهم في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في البلاد. يتوقع أن يستمر النمو والتطور في مجال الدفع الإلكتروني في الجزائر في المستقبل، مع تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير مزيد من الخدمات والحلول المبتكرة في هذا المجال. تعتبر الجزائر واحدة من الدول العربية التي تشهد تطورا متسارعا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وبالتالي تعمل على تعزيز وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني. يعتبر الدفع الإلكتروني واحدا من الابتكارات الحديثة في مجال التجارة والتعاملات المالية، ويساهم بشكل كبير في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد على مدى سنوات. في السنوات الأخيرة أيضا شهدت الجزائر توجها قويا نحو تبني وتعزيز واستخدام الدفع الإلكتروني، وانتشرت خدماته في العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية. كما أن الحكومة الجزائرية تشجع على تطبيق الدفع الإلكتروني من خلال وضع إطار قانوني وتشريعي يسهل استخدامه ويحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء. ولتحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني تم توسيع شبكة الإنترنت وتحسين سرعة الاتصالات، مما سهل استخدام الدفع الإلكتروني للمواطنين والشركات. بالإضافة إلى ذلك تم تطوير نظام البنوك الإلكترونية وتعزيز خدمات الدفع عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية الذكية. أيضا للدفع الإلكتروني مزايا وفوائد عديدة، فلنتعرف عليها سويا. مشاهدينا، من بين أهم ركائز الدفع الإلكتروني عاملان أساسيان: شبكة اتصالات وبطاقات إلكترونية. هذه الأخيرة عادة ما تتكون من المكونات التالية: أولا المعلومات المصرفية المرتبطة بالحساب المصرفي المرتبط بالبطاقة، مثل اسم المالك للبطاقة، رقم الحساب ورقم البطاقة الذي يعتبر فريدا لتحديد البطاقة نفسها. ثانيا شريحة البطاقة، هي شريحة شيب إلكترونية مدمجة في البطاقة وتحتوي على معلومات مشفرة ومحمية تستخدم لتنفيذ عمليات الدفع والتحقق من صحة البطاقة. ثالثا المغناطيس الموجود داخل البطاقة، ماجنتيك
ستريب يحتوي على معلومات الحساب المصرفي المرتبطة بالبطاقة، وعادة ما يتم استخدامه في أجهزة الدفع التقليدية التي تقرأ المعلومات من خلال هذا المغناطيس. رقاقة الاتصال اللاسلكي يمكن أن تحتوي بعض بطاقات الدفع الإلكترونية على رقاقة تتيح إجراء عمليات الدفع عن بعد دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في جهاز القراءة، ويمكن للمستخدمين مجرد تمرير البطاقة بالقرب من جهاز القراءة لإتمام العملية. تتوفر أيضا على رمز الأمان Security Code الذي يتم توفيره عادة على ظهر هذه البطاقة، وهو رقم ثلاثي أو رباعي يستخدم للتحقق من صحتها عند إجراء المعاملات النقدية الإلكترونية. قد تختلف مشاهدين مكونات بطاقة الدفع الإلكتروني قليلا حسب نوع البطاقة والشركة المصدرة لها، ولكن عموما فإن هذه المكونات هي الأكثر شيوعا، ولكي تتم عملية الدفع الإلكتروني لا بد من اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة للمستخدم. بعدها يتم إدخال المعلومات المالية اللازمة لإتمام عملية الدفع مثل رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والرمز الأمني CVV أو تسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت. لا بد أيضا مشاهدينا من التحقق من الهوية بعد إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول، أو إجراء التوثيق الثنائي عن طريق تطبيق مصرفي أو خدمة أمان إضافية. بعد إدخال كل هذه المعلومات المالية والتحقق من صحتها، يتم تأكيد الدفع بالنقر على زر التأكيد أو ما يماثله. في هذه اللحظة يتم تحويل المبلغ المالي من حساب المستخدم إلى البائع. في الأخير يتم عرض رسالة تأكيد على الشاشة تفيد بنجاح عملية الدفع. يمكن أن تتضمن هذه الرسالة تفاصيل العملية مثل رقم الطلب أو رقم المرجع للمعاملة، كما يمكن إرسال إيصال بالدفع عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية. مشاهدينا، للدفع الإلكتروني تحديات وفرص، وهي كالآتي: مشاهدينا، ولكي نقترب أكثر من موضوع الدفع الإلكتروني والسياسات المنتهجة لتعميمه والأرضية الرقمية اللازمة لاحتوائه، نسعد باستضافة السيد بن أيوب حاج أحمد، مدير مركزي بمؤسسة بريدي الجزائر، كي نقف على أهم ركائز الدفع الإلكتروني بالجزائر. أهلا بكم سيدي. أهلا سيدتي، وشكرا على هذه الاستضافة. العفو. بداية يقودنا الحديث إلى أهمية الدفع الإلكتروني بالجزائر وكيف يسهم في الاقتصاد الوطني. شكرا. إذن أولا شكرا على اختيار هذا الموضوع الهام والحساس جدا. الدفع الإلكتروني أصبح من بين المواضيع الهامة والمتداولة بكثرة على المستوى الوطني وعلى مستوى الحكومة، خاصة من أجل توجيه أكثر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين إلى التوجه الإلكتروني لما له من أهمية على المستوى الوطني وعلى مستوى الاقتصاد الوطني. فالدفع الإلكتروني من أهم ميزاته أنه يسمح لنا بتفادي تداول السيولة والأموال بالكيفية المبالغ فيها ربما نوعا ما التي نشهدها اليوم. إذن بواسطة الدفع الإلكتروني سنتفادى هذا المشكل، وبذلك سنتفادى طبع المزيد من الأموال من طرف البنك المركزي، وبالتالي
سنساهم بكيفية أو بأخرى في تقليل من حجم التضخم في السوق الوطنية. هذا من جهة. من جهة أخرى الدفع الإلكتروني أيضا يوفر كم هائل من المعلومات الصحيحة و ديزانفورماسيون فيابل في الوقت المناسب. هذه المعلومات الاقتصادية والتجارية تمكن كل الفاعلين من اتخاذ القرارات المناسبة سواء بالنسبة للحكومة أو يعني المنظمين للاقتصاد الوطني أو أيضا للفاعلين في الاقتصاد الوطني المتعاملين والتجار. فعندما تتوفر هذه المعلومة كيفية الاستهلاك، حجم الاستهلاك، الميول إلى آخره، يستطيع كل هؤلاء الفاعلين من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، إضافة إلى مزايا أخرى كلها تصب في ترقية المستوى الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطن. كلها ركائز جيدة وأساسيات تسهم في الاقتصاد الوطني وارتفاعه يعني في البلاد. نتحدث الآن عن التحديات سيدي. الدفع الإلكتروني أمام تحديات كبيرة، نذكر من بينها تعميم هذه التقنية على كامل أنحاء التراب الوطني. عن أي تحديات نتكلم؟ بالفعل فكل شيء جديد في السوق أو في المجتمع لديه نوع من التحديات. ربما هناك محورين كبيرين من التحديات. الجانب الأول هو الجانب التقني والبنية التحتية، والجانب الثاني هو جانب المستعملين لهذه الوسائل، وسائل الدفع الإلكتروني. أما بالنسبة للتحدي الأول الجانب التقني والبنية التحتية، فنتكلم على مؤسسة بريد الجزائر، هي من بين المؤسسات الرائدة في الدفع الإلكتروني في الجزائر، فقد وضعت كل البنية التحتية التي تسمح للزبائن والمتعاملين بالدخول إلى عالم الدفع الإلكتروني. فهناك منصة رقمية حديثة تم وضعها حيز الخدمة، هذه المنصة الرقمية النقدية مطابقة لكل المعايير المعمول بها دوليا، خاصة معايير السلامة ما يعرف بمعايير PCDSS. هذه المنصة الرقمية أيضا هي التي تسمح بتطوير مختلف قنوات الدفع الإلكتروني والخدمات المتعلقة بها. فالدفع الإلكتروني كما تعلمون يتم عن طريق عدة قنوات، مثلا عن طريق نهائيات الدفع الإلكتروني ما يعرف TPU التي نجدها في المساحات الكبرى وفي المتاجر، عن طريق الأنترنت عن بعد يمكن أيضا الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت، يمكن أيضا الدفع الإلكتروني عن طريق الشبابيك الآلية ما تعرف بالموزعات لكنها شبابيك، يمكن أيضا القيام بها في معاملات مالية ودفع إلكتروني. أيضا من الأمور الحديثة في الدفع الإلكتروني الدفع عن طريق الهاتف النقال، عن طريق تطبيق الهاتف النقال QR كود بما فيه QR كود. إذا بريد الجزائر يحوز تطبيق بريدي موب الذي يوفر عدة خدمات للدفع الإلكتروني بما فيها إمكانية الدفع عن QR كود. جميل. هذه التحديات في الشق التقني. لو نتكلم الآن عن الشق الذي يتعلق بالأفراد والمتعاملين، هناك نقطة أساسية ألا وهي عامل الأمان والخصوصية. كيف يمكن أن تخلق مؤسسة بريد الجزائر هذه العلاقة التي تحكمها أو يحكمها الكلمة المفتاحية ألا وهو الأمان؟ بالفعل، فكما قلت الجانب الآخر لهذه التحديات هو الضمانات التي يمكن تقديمها للمتعاملين ككل، زبائن كانوا أو متعاملين اقتصاديين. فبالنسبة للزبائن المواطنين يجب أن نقدم لهم ضمانات أمان وسلامة، أما بالنسبة للتجار المتعاملين الاقتصاديين نقدم لهم ربما أيضا ضمانات سلامة بل أكثر تحفيزات وتشجيعات من أجل توسيع وتوفير هذه الوسائل. فكما قلت مؤسسة بريد الجزائر وفرت منصة مطابقة للمعايير السلامة الدولية، فكل المعاملات التي تتم في الدفع الإلكتروني هي مؤمنة 100%. فلا يمكن إجراء أي معاملة بدون الرقم السري 1 OTP، الرقم السري الواحد الذي يرسل بمناسبة كل معاملة. فكل زبون يقوم بمعاملة دفع إلكتروني يستقبل رسالة تأكيد في كل مرة في هاتفه النقال. لذلك تحرص مؤسسة بريد الجزائر على أن تكون البطاقة الذهبية ما تكلمت عليها هي البطاقة الأساسية وهي مفتاح الدخول للتجارة للدفع الإلكتروني. إذا في كل معاملة إلكترونية هناك رمز سري يرسل لصاحب البطاقة من أجل التأكد أن صاحب البطاقة والحامل لهاتف النقال
للهاتف النقال ويعني يستقبل الرسالة هو اللي يؤكد أنه هو الذي سيقوم بهذه المعاملة. جميل، نبقى دائما على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة. سيدي، تشهد السنوات القليلة الماضية يعني انتشارا ورواجا بما يسمى بالتجارة الإلكترونية. هل فعلا هذه المعاملات التجارية يعني البيع عن طريق الإنترنت هنا في الجزائر، هل هي فعلا تجارة إلكترونية؟ شكرا. إذن هو سؤال مهم، لأننا ما نشهده اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي من رواج للترويج للسلع والخدمات وبيع السلع والخدمات وتقديمها للمواطنين، هو شيء ربما من جهة يشجع ويبعث على الأمل، فيه نوع من الاستعداد لدى المتعاملين والمواطنين للتوجه نحو التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، إلا أنه من جهة أخرى هذه لا تعتبر تجارة إلكترونية بأتم معنى الكلمة. فالتجارة الإلكترونية يجب أن تكون يعني يجب أن يكون حل إن سوليسيون كومبليت، حل كامل من عرض السلعة، دفع السلعة وتقديمها أو إيصالها وخدمة ما بعد السلعة وكل ما يعني تضمنه هذا الحل من معايير السلامة والضمانات. إذن الحلقة المفقودة هنا أنه ما زال هذا التاجر الذي يزعم بأنه يقوم بتجارة إلكترونية يتلقى هذه الأموال نقدا عوضا أن يتلقاها عبر منصة نقدية إلكترونية. بالفعل هذه هي الحلقة الأساسية المفقودة. فيجب أن فكل تاجر إذا كان يريد أن يمارس التجارة الإلكترونية يجب أن يضع تحت تصرف الزبون منصة دفع إلكترونية، يعني يقتني السلعة ويطلب السلعة ويقوم بالدفع إلكترونيا وكل ما تضمن هذه العملية من ضمانات، لأنه فيه تقنين، فيه قانون ينظم التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية. فهذه تحمي الزبون من جهة وتحمي أيضا التاجر من كل المخاطر التي يمكن أن تحوم حول هذه المعاملات التجارية، إضافة إلى الشق الثاني وهو شق التوصيل والتوصيل وخدمة ما بعد البيع. كل هذا يقنن وينظم في إطار اتفاقيات رسمية وفقا للقوانين المعمول بها. لنتكلم بهذه الصفة، نتكلم عن تجارة إلكترونية بأتم معنى الكلمة. جميل. فضلا عن ذلك، عملية الدفع الإلكتروني لا تقتصر فقط على مؤسسة بريد الجزائر، بل هي تمتد للبنوك والمؤسسات التجارية وللأفراد في تعاملاتهم التجارية وما إلى ذلك. عن أي شراكة نتحدث؟ مهم جدا. فبالفعل فمؤسسة بريد الجزائر ليست الفاعل الوحيد في السوق المالية الوطنية، هناك مؤسسات مالية ونقدية والبنوك خاصة هي أيضا تقدم هذه الخدمات، خدمات الدفع الإلكتروني ومواقع الدفع الإلكتروني. هذه الخدمات وهذه المؤسسات المالية يقابلها متعاملين اقتصاديين وتجار، إذن هناك يجب أن تكون هناك شراكة من أجل تعميم الدفع الإلكتروني. فالشراكة القائمة اليوم هي اتفاقيات بين مؤسسة بريد الجزائر والبنوك من أجل تعميم الدفع الإلكتروني في مختلف القنوات باستعمال أي بطاقة نقدية، سواء البطاقة الذهبية أو بطاقة البنوك. فبموجب الاتفاق الشراكة بين بريد الجزائر والبنوك يمكن لحامل البطاقة الذهبية أن يستعمل وسائل الدفع الإلكتروني للبنوك، كما يمكن لحامل البطاقة النقدية للبنوك أن يستعمل أيضا وسائل الدفع النقدية لبريد الجزائر. وبهذه الطريقة نعمل على ما يسمى بالإدماج المالي وتوسيع شبكة المعاملات النقدية من أجل إدماج مالي أكبر في السوق الوطنية. في الأخير سيدي، هل لكم أن تضعون أمام التصورات الجديدة وأفاق عملية الدفع الإلكتروني هنا في الجزائر؟ هل سيتغير الشكل؟ هل ستتغير الطريقة؟ أم ستتغير سبل عملية هذه الوسيلة الرقمية النقدية؟ والله أهم شيء الذي ينبغي أن يتغير اليوم هي الذهنيات والثقافات في المعاملات، لأن الجانب التقني أصبح حاضرا وأصبح متاحا ومتوفرا. فما نصب إليه هو تغير في الذهنيات وفي ثقافات المعاملات المالية من أجل الانتقال الكامل إلى الدفع الإلكتروني وإلى التجارة الإلكترونية بأتم معنى الكلمة. فكما قلت كل الوسائل أصبحت متوفرة، فإضافة إلى التجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت
الانترنت والدفع ايضا عبر الانترنت. بريد الجزائر لديها طريقة دفع من احدث الطرق اصبحت الان تعمل على تعميمها، وهي الدفع عن طريق الهاتف النقال عن طريق الكيو ار كود، رمز الاستجابة السريعة. هذه من احدث التكنولوجيات التي نعمل على تعميمها على المستوى الوطني وعلى مستوى كل التجار بالشراكة مع المؤسسات المالية والبنوك، فمستقبل هذه المعاملات ومستقبل زاهر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم سيدي، كنتم معنا في برنامج تقصي الساعة. أشكركم على هذا الكم الهائل من المعلومات والتوضيحات، نلتقي في مواعيد لاحقة. شكرا لكم. أما أنتم مشاهدين، وبما أن التقصي لن يكتمل إلا معكم، ننتظر أن تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم عبر منصاتنا الرقمية. إلى قصة خبرية جديدة، إلى اللقاء.